السلام عليكم. هالفيديو هذا غادي نشوفو فيه تكميلة ديال لي ستريكتور دو كونترول كونديسيونال. بعد ما شفنا الاف وشفنا الحالات ديال الاف، اما تكون فيها اف واما تكون عندنا اف از واما تكون عندنا اف از اف از اف وعاد وكنديرو از في التالي. دونك هادوك هما الحالات اللي غادي تكون فيهم ستريكتور دو كونترول كونديسيونال اف. دونك غادي نشوفو واحد لانستريكسيون اخرى، واحد الامر اخر اللي ممكن نستعملوه باش نديرو ستريكتور دو كونترول اللي غادي تسمى السويتش. بالنسبه لهذا السويتش واش حتى هي، هو الشرح ديالها. L'instruction switch case est une puissante fonctionnalité de programmation qui vous permet de contrôler le flux de votre programme en fonction de la valeur d'une variable ou d'une expression. Donc, غادي تحكم لنا، غادي تسمح لنا باش نتحكموا في البروغرام ديالنا بدلاله واحد الفاريابل ولا واحد الاكسبريسيون. دونك على حسب هذيك على حسب داك الفاريابل غادي نديروا شي حاجه. دونك الا كان الفاريابل ديالنا يساوي واحد القيمه غادي نديروا مثلا واحد الانستركسيون، الا يساوي واحد القيمه غادي نديروا واحد الانستركسيون. دونك هذا ما غاديش نعطيو له ان كونديسيون بحال اللي يكون بحال الاف، غادي نعطيو له ان فاريابل وعلى حسب القيمه ديال داك الفاريابل غادي نديرو واحد المجموعه ديال الكود. Vous pouvez l'utiliser pour exécuter différents blocs de code selon la valeur de la variable lors de l'exécution. دونك على حسب القيمه ديال الفاريابل كما قالوا هنايا غادي نديرو واحد ليكزيكيسيون ديال واحد الكود. هذا الشكل ديالها تكتب بحال هكا، كتكون عندنا واحد ليكسبريسيون ولا فاريابل. دونك داك الفاريابل الا كان يساوي واحد القيمه غادي يدير هذه، عاود داك الفاريابل الا يساوي واحد القيمه مثلا غادي يدير لنا هاد لابارتي، ولا ما كان يساوي لا هاد القيمه لا هاد القيمه عندنا واحد الحاجه تسمى ديفولت. دونك في هذيك بحال ايلز. دونك الا ما تحققوش كاع لي كيس ديالي كاع الحالات تاعي ما تحققوش غادي دار هاد ديفولت ودير لنا لانستركسيون 3 وكي كيكمل كيمشي تالي لانستركسيون 4 يعني من بعد هاد لانستركسيون سويتش. تكتب بهاد الطريقه هادي، كنديرو سويتش وكنحطو ليكسبريسيون ديالنا. هاد ليكسبريسيون ديالنا تقد تكون ان اكسبريسيون ماتيماتيك وتقد تكون مثلا غير فاريابل، يعني مثلا نقولو سويتش نيميرو، لو نيميرو هو ان فاريابل. دونك كيز الا كانت الحاله ديال هاد ليكسبريسيون هذا ولا الحاله تاع الفاريابل تساوي اكس، الا كانت عندنا تساوي لنا اكس مثلا ولا تساوي 4 ولا تساوي 5، هنا غادي نختاروا العدد اللي بغيت، غادي نديروا هاد الانستركسيون هاد. الا كانت عنده الحاله ديالو تساوي ايكغيك غادي نديروا هاد الحاله هاد، وديفولت هي ايلس. الا ما تحققت لا هاد الحاله لا هاد الحاله غادي نديروا هاد لابارتي التاليه. واحد الملاحظه، هاد بريك واش تعني؟ كي كندير واحد الكيز يعني كندير واحد الحاله باش نقولوا النهايه ديال هاد الحاله كنكتبوا بريك، لان الا ما درناش بريك غادي يمشي يفوت عليهم كاملين وحده مور واحد. مثال على هذا الشيء هو هذا المثال اللي راه عندنا هنا اللي يدير واحد الكومباريزون بين اف اللي كنا شفناها في الفيديوهات اللي قبل مع هاد السويتش هذا. نفترضوا عندنا واحد الفاريابل هنايا سميتو نيم، بغينا نديرو عليه دي كونديسيون، كنقولوا اف نيم ايغال 1 غادي نديرو هاد البلوك دو كود يعني هاد لي زانستريكسيون اللي غادي يكونوا هنا. ايلز اف الا كان يساوي زوج ها واش غادي نديرو، ايلز في حالات ما ساواش هادي ما ساواش عاود هادي غادي نديرو هاد لابارتي هادي انستريكسيون 3. دونك هاد الشيء هذا نقدو نديروه بالسويتش، بما اننا كنتعاملو مع فاريابل واحد واش غادي نديرو هنا، غادي نديرو سويتش نيم يعني داك الفاريابل ديالي غنحطو هنا بلا ما ندير الكونديسيون ايكال واحد ولا شي حاجه، نكتب ديريكت ونحط الفاريابل ديالي. وكنقول كيز الحاله الا كان هاد الفاريابل يساوي واحد، يعني كيز ان دونك الحاله اللي يكون فيها الفاريابل يساوي واحد غادي ندير واحد المجموعه ديال لي زانستريكس ونقول بريك صافي سالينا. عاود الا كان الحاله ديال يساوي زوج غادي ندير واحد المجموعه ديال لي زانستريكس وندير بريك يعني ساليت الحاله زوج. اخر حاجه الا ما كانش يساوي الحاله الاولى وما كانش يساوي الحاجه الثانيه الحاله الثانيه غادي نمشي ندير ديفولت، وهنايا غادي ندير واحد الكود ديالي في الحاله الا ما تحققش لا هذه لا هذه. دونك بالنسبه للسويتش الا حكرتو واش كتنقص علينا شويه هاد لي زاكولات، والكتابه ديالها غادي تجي شويه سهله على الكتابه ديال اف. وفي لوكا جينيرال اف هي اللي تصلح دائما في جميع الحالات، وبالنسبه للسويتش غادي تصلح الا كنا نديرو لي كونديسيون ديالنا غير على فاريابل واحد. غادي ندير واحد ليكزومبل باش نشرحوا هاد القضيه احسن. راني حليت النيت بيس وعندي هنايا واحد ليكزومبل صغير ديال واحد البروغرام اللي ديكلاريت فيه لوبجي كلافي اللي نستعمل فيه الكلافي، وديكلاريت واحد الفاريابل وطلبت من ليتيليزاتور يدخل ان نيميرو وقريت هاد لو نيميرو. انا البروغرام ديالي بغيت ندير واحد البروغرام بسيط، غادي نطلب من ليتيليزاتور يدخل واحد لو نيميرو اون شيفر وانا غادي نكتبو اون الفابي، يعني الا كتب الا دخل زيرو غادي نكتب زيرو بالتكست، والا دخل مثلا ان نكتب ان بالتكست. وهكا غادي نديرها باف الاول، غادي ندير اف ونقول نيم ايكال ايكال زيرو في هاد الحاله هادي
غادي ندير اس اوت ونكتب 0 ديريكتومون 0 از اف. بما انه عندي بزاف تاع الحالات ضروري دوك غادي ندير هاد از اف. نقولوا هاد لونيم ايغال ايغال 1 الا كانت عندي هاد الحاله هادي. واش غادي ندير اس اوت وغادي نكتب 1. غادي ندير واحد ثلاثه الحالات بهكذا باش ندير واحد التجربه. كونترول سي نعاود لهادي كونترول في كونترول في كونترول في في التالي باركت هنا صف. دونك الان دو تروا الباقي غادي نقول له انكوني يعني ما نعرفه عارفو ان دو تروا وهنايا اي حاجه دارها بلا هاد الزيرو الان دو تروا غادي نقول له انكوني غير معروف. انكون دونك هذا بروغرام الطريقه ديال الاف يعني استعملنا الاف باش نحصلوا على هاد البروغرام. نيكزيكيتيو ونشوفوا. دونك كيطلب لي واحد لو نيميرو. دونك الا كتبت 0 ونطع على اونطري غادي يعطيني 0 اون الفابي. الا مشيت عاودت ودرت مثلا 3 غادي يعطيني 3 اون الفابي. دونك القضيه مزيان. انا بغيت هاد البروغرام هذا اللي خدمته بالاف نعاودو له بالسويتش. علاش؟ لانه كندير دائما لي كونديسيون ديالي على فاريابل واحده. هاد النيميرو هو اللي كنبقى ندير عليه الكونديسيون. مره كنقولوا الا كان يساوي واحد ولا كان يساوي زوج. بحال هاد الحاله هادي من الاحسن نكتبوها بالسويتش وما نكتبوهاش بالاف. وحتى النيت بيز راه ديجا بحال اللي علم لي عليها كيقول كنحط لا سوري هنايا غادي يقول لي ريبليس تشين اوف اف اوف سويتش. يعني بدل هاد لاشين ديال لي اف اللي راك تعاود اف اف عاود بدلها بالسويتش حسن. وكنخليه هو غادي يعطيني لا كوريكسيون غادي نطع عليها وغادي نقول له كونفيرت افس تو سويتش ستيتمنت. نكليك عليها ها هو ردها لي اوتوماتيكمون بالسويتش. دونك السويتش تكتب بهذه الطريقه. كنديروا سويتش كنحطوا الفاريابل ديالنا نيم ونقولوا كيس 0. دونك الا كانت الحاله تساوي 0 ها واش غادي تافيشي لنا بريك يعني سالينا بهذا لابارت. كيس 1 كيس 1 دونك غادي تعطينا هذه الحاله هذه. كيس 2 تعطينا هذه الحاله هذه. كيس 3 هك. حتى الطريقه ديال القرايه كتجي سهله على الطريقه ديال الاف ويكون الكود شويه واضح. لو كان اكزيكيتيو درك هذا البروغرام ديالنا ونشوفوا واش غادي يوقع. نشوفوا منه ما كانش شي تغيير. غادي مثلا ندير واحد غادي يعطيني 1. نمشيو نديروا شي قيمه كبيره مثلا نديروا 10. حنا ما تريتيناش الحاله ديال 10 ولكن غادي يخرج لنا هنا انكوني هي اللي درناها هنا. اوك هذه هي السويتش. ممكن اننا رومبلاسيوها في بلاصه الاف باش تسهل علينا الخدمه وكتكتب بهذه الطريقه. كاين واحد الحاجه اللي تحداو راسكم بها هو الا ما درناش هاد البريك غلطنا ما درناهمش ها واش غادي يعطينا. اوكي الا مشيت نسيت انا ما درتش لي بريك واكزيكيتيت البروغرام نفترضوا عطيت له مثلا زوج غادي يعطيني 2 3 4 2 3 انكوني. دونك واش هذا البروغرام هنا مشى كيس 2 لان انا اختاريت انا زوج مشى عند هادي كي تلاقى زوج مشى دار هاد الانستريكسيون. بما انه ما كاينش بريك غادي هو تاع على هادي اللي هنا وما كاينش بريك غادي هو تاع على هادي اللي هنا. دونك ما غاديش يريد حتى يوصل لافان ديالو ولا حتى يوصل واحد بريك. يعني حداو راسكم منا وشي مره كنسحقوها لانه مثلا كنقول له عطيني الارقام من زيرو لشي حاجه غادي نقول له مثلا زيرو هكا وغادي يفوت عليهم زيرو 1 2 3 وحتى لهذيك انكوني اللي كاينين. كون نعاود مثلا هكا نقول له بثلاثه غادي يعطيني ثلاثه ثلاثه وهذيك انكوني يعني فوتي هذا. ربما نحتاج هذه الحاله في شي تمرين ولكن نحدا راسي بالبريك الا ما كنتش غادي نسحق هذه الحاله هذه باش نقول له كي دير لي كيز زيرو دير اللي بغيت ودير لنا واحد البريك. وهنا راه ماشي بالضروره تكتبوا يسطر ممكن تكتبوا مجموعه ديال السطور هكذا واحد البلوك ديال الكود كامل اللي دار في الحاله كي كنا زير. هادشي اللي كاين بالنسبه للسويتش. هي واحد لانستريكسيون اللي تعاوننا باش نديرو لي ستريكتور دو كونترول كونديسيونال بواحد الطريقه بسيطه. وغادي نخدموا واحد المجموعه ديال التمارين غير بالسويتش باش نفهموها مزيان. دونك غادي نحط هذوك التمارين في الديسكريبسيون ونجاوب عليهم في الفيديو الجاي ان شاء الله. هادشي اللي كاين في هالفيديو وشكرا.